تعهدت السلطات الجزائرية بتزويد الجزائر بأول مدينة إعلامية متكاملة تتوفر على معدات سمعية وبصرية جد متطورة، وسيتم الإنشاء من قبل مؤسسات ومكاتب دراسات وطنية. ويعتمد نهج التصميم على مبدأ إنشاء مدينة ذات معايير دولية، بحيث سيتم إنشاء منشأة تحت الأرض عرضها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار ويبلغ طولها 2.7 كيلومتر، وهذا للسماح بإدارة وصيانة الشبكات المختلفة بكل رياحية. وينص تطوير المدينة الإعلامية على إنشاء مداخل حضرية على مداخل المدينة، مدخل مركزي في الجهة الجنوبية مدمج في غرفة التجارة والصناعة والوحدة الأمنية، وثلاثة مداخل ثانوية أخرى أحدها مدمج مع وحدة الحماية المدنية. وفي العموم يتم تغطية وحماية مجموعة الزوايا الأربع للمدينة بنظام تحكم للوصول لقدر كبير من الأمان عبر وسائط التعريف الإلكترونية. وينص التطوير أيضاً على إنشاء شوارع حضرية واسعة النطاق، مع تطوير محدد للأرصفة والمساحات المفتوحة إلى أماكن عامة، وهذا النهج سوف يساهم في حيوية هذه المدينة، بحيث سيتم إنشاء شارع رئيسي له أهمية قصوى في تطوير المدينة الإعلامية، يوفر اتصالاً مباشراً من الباب الرئيسي إلى منطقة الأبراج. وسيعتمد التخطيط على شكل مستوحى من مخطط الدائرة الإلكترونية، والذي سوف تتخلله أحواض المياه مع رسوم متحركة لنفاثات المياه، بالإضافة إلى مساحات خضراء مع أثاث حضري ملائم، وهذا لإنشاء مناخ عملي جيد. وبالنسبة للشارع المركزي الثاني، فتم اختيار تصميم يعتمد على طريق متعرج مع منحنيات غير منتظمة، فهو يبدأ من البوابة الثانوية الشمالية مروراً بنقطة الدوران المركزية، والذي سيتم تحويله إلى ساحة عامة مع عنصر تاريخي قوي مستوحى من القمر الصناعي. ومن المنتظر أن تضم مدينة الإنتاج الإعلامي أكاديمية تضم إعلاميين بارزين وشركات ناشئة في مجال الإعلام ومخبر للسمع البصري. ومن بين المنشآت المشتركة التي ستتوفر عليها مدينة الإعلام قاعة ندوات، قاعة محاضرات وغرف تقنية، بالإضافة إلى فضاءات استقبال، قاعة اجتماعات، قاعة انتظار، قاعة للحوارات وتدخلات الزوار، منشأة خاصة بالإقامة، ومركز للرياضة والتسلية، مطعم ومقهى، مساحات خضراء وموقف سيارات، وفضاءات أخرى خاصة بالحفلات الموسيقية، قاعة عروض ومتحف سمعي بصري. وعلى غرار كل مدن الإعلام العالمية، ستحتضن مدينة الإعلام كل المؤسسات التي لها علاقة بالإعلام، وستكون قريبة من بعضها البعض، وهي التلفزيون والإذاعة، مركز البث الإذاعي والتلفزي، وكالة الأنباء الجزائرية والصحافة الإلكترونية، والقناة الدولية ووسائط التواصل واستوديوهات. وأما على جهة اليمين سيكون على طول الخط موقف سيارات، فنادق للإقامة، مكتبة، عيادة، محلات تجارية وقاعة ندوات. وأما الإدارة العامة المكلفة بتسيير المدينة الإعلامية فستكون في الجهة الخلفية من المنشأة. وعلى اليمين مقر وكالة الفضاء الجزائرية ومقر اتحاد إذاعات الدول العربية، وعلى نفس الخط يسار مدخل المدينة تتموضع أكاديمية، مخابر ومؤسسات ناشئة. وأما ساحة الترفيه والاسترخاء والساحة المخصصة للنشاطات في الهواء الطلق والمطاعم والمقاهي والمساحات خضراء والورشات، فحسب المخطط ستكون بين مقر الإدارة ومقرات المؤسسات الإعلامية.